جولة على المشهد السياسي مع زميلة جوزيفين دي. مساء الخير جوزيفين. مساء الخير سمر. شو عنا اليوم؟ يعني أول شيء بس خلينا نقول إنه ريكاردو ردنا لورا كتير وبشع كتير يلي صار. ما نسيناه أصلاً. لحد بس سيدي مشاهد جديدة أول مرة. أول مرة منشوف. كل مرة. وكل مرة عنا نفس الشعور. للأسف. عنا يبدو في حرك. يبدو في حراك رئاسي عم يتحضر قبل رمضان، عسى انه بالاشهر المقبله بحسب المعلومات، يعني دائما بنقول نفس الشيء ان شاء الله هالمره تزبط. عم نحكي داخليا. داخليا. طاولة حوار؟ لا لا يبدو. ثنائيات ثنائيات. تفضل. مساء الخير. في العلن لا حراك في الملف الرئاسي، في الكواليس تحضير سيبدا من عين التين لمشاورات مع كل القوى السياسيه، وبحسب مصادر سياسيه يبدو ان حركه عين التين تنضج بعد عاملين اساسيين، اولا بعد لقاء الرئيس بري سفراء دول الخماسيه الذين دعوه الى اجراء المشاورات والدعوه الى جلسه لانتخاب الرئيس، وثانيا بعد خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي توجه فيه الى الداخل والخارج في رساله واضحه ان معركه غزه ومعركه معركة الجنوب مسار واحد، ولكنه مسار مختلف عن مسار الرئاسة في حال نضوج أي حل رئاسي، وبالتالي تبدو الأسابيع المقبلة واعدة في البحث رئاسيا. من جهته غادر الرئيس سعد الحريري بيروت الأحد بعدما كان مدد لساعات، وتوجه بالشكر للأوفياء الذين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية ومن العاصمة بيروت للمشاركة بإحياء ذكرى جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وجدد الحريري في بيان لمكتبه الإعلامي دعوة الجميع للمحافظة على البلد قائلا: كما كنا سوا وسنبقى وسأكون إلى جانبكم أينما كنت. أمنيا، أكدت مصادر دبلوماسية أن باريس تحضر لعقد مؤتمر دعم للجيش اللبناني في نهاية شباط في العاصمة الفرنسية، فيما تحدثت مصادر دبلوماسية أخرى عن مؤتمر آخر سيعقد في مطلع آذار في روما للغرض نفسه. في الأمن لبنانيا أيضا تبدو ضربة صفد محط اهتمام بعدما غاب أي تبني لحزب الله لهذه العملية. اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في خلال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، وتم البحث في الوضع في لبنان وعمل اللجنة الخماسية للمساعدة في حل أزمة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، وتطرق البحث إلى الوضع في جنوب لبنان والجهود المستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. كما اجتمع مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وجدد شكر العراق على وقوفه الدائم إلى جانب لبنان. السياسي محمد عبيد يقول عبر برنامج الحدث أن التحقيقات جارية من قبل الجيش اللبناني وحزب الله لمعرفة من أطلق الصواريخ على صفد، معتبرا أن لا علاقة للحزب بهذه العملية، مشيرا إلى أن الحزب حريص على المصلحة اللبنانية ومؤكدا أن الحرب في الجنوب لن تتوقف قبل انتهاء معركة غزة. لو كان حزب الله هو من قام بهذا العملية كان أعلن هالمرسلة. يعني من ضرب صفد ليس حزب الله. بعتقد هيك. يعني من يملك هذه القدرة الصاروخية غير حزب الله ليقصف؟ المشكلة هاي بدها تدقيق. بنعرف انه الحزب بدها تدقيق. انا اتحدث عن قدرة مقاومة حزب الله على ضبط الامور. المسألة تحتاج الى دقة في التعاطي، وهذه ممتوم فيها المقاومة، تحتاج الى دراية في التعاطي مع هذا الموضوع، وتحتاج كمان الى دائما يكون في خلفية تفكير المقاومين حفظ المدنيين وبالتالي إيلام العدو. وفي الملف الرئاسي أكد عبيد أن خطاب السيد نصر الله الأخير حول ملف رئاسة الجمهورية أثبت فصل المسارات بين الرئاسة وبين ملف أمن الحدود، وأن الحزب جاهز للذهاب إلى رئاسة وإعادة تكوين السلطة بغض النظر عن استمرار الحرب في الجنوب، ومتحدثا عن مسار إيجابي لانتخاب رئيس في الأشهر المقبلة على أن يقوم الرئيس نبيه بري بخطوات معينة للوصول إلى حل. عد حزب الله أن يذهب إلى الرئاسة حتى والجبهة مفتوحة على الجنوب؟ بالتأكيد
بالتأكيد يعني عم بحكي كلام أنا واثق منه وسامه، يعني ما عم بحكي من عندي مش تحليل. اليوم إذا في إمكانية للتوافق الداخلي على انتخاب رئيس جمهورية، حزب الله سيسير في هذا الموضوع، خصوصا أنه بعكس كل ما قيل موضوع اللجنة الخماسية هي في موقف واحد، وقت اللي زارت الرئيس بري هذه السفراء الممثلين للدول اللجنة الخماسية طلبوا بأن يكون هناك جلسات لمجلس النواب متتالية، وتركوا هذا الأمر بين يدي الرئيس بري. اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد أن البطولة ليست في صنع الحرب بالأسلحة المتطورة، إنما البطولة في تجنبها وصنع السلام. لا يمكن الاستمرار في هذه الحالة من التباعد واللاثقة المتبادلين التي تعطل حياة الدولة وتسمم المجتمع. فليضع الجميع فوق كل شيء هدف بناء الوحدة الوطنية بسبل جديدة ولغة جديدة، وبخاصة بالولاء لوطننا النهائي لبنان. سأل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي كيف يبنى بلد جيشه مستضعف وقرار الدولة مصادر والحرب تفرض عليه وعلى المواطنين؟ كيف ينمو بلد ويزدهر وقرار دولة مصادر والحرب تفرض عليها وعلى المواطنين؟ وما ذنب المدنيين الأبرياء الذين يسقطون يوميا جراءها؟ كيف تبنى الدولة عندما يستقوي البعض عليها ويتخطى البعض قراراتها ويتجاهل البعض الآخر وجودها؟ أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن أبو حسن فضل الله خلال احتفال تكريمي للشهيد على طريق القدس ناصر أحمد سعد في بلدة عيد الجبل أننا كشفنا كل المخطط الإسرائيلي وأسقطناه قبل أن يبدأ، سواء بضربة استباقية أو بضغوط وتهديدات. ما يجري اليوم على هذه الجبهة بطول 100 كيلومتر وتبني قدراتها للمستقبل وتعمل للحصول على كل قدرة ممكنة وتفكر بعقولها الخلاقة في كيفية إيجاد المعالجات لكل المتطلبات التي تفرضها هذه الحرب، وهذا ما يقوم به إخواننا اليوم. وهذا الخبر ممكن وصلنا لختام فقرتنا سمر. شكرا لك جوزيفين.